حييكم، أنا حميد عقدي من باريس. أتمنى لكم إن شاء الله عام سعيد، كل عام وأنتم بخير. بنهاية هذا العام 2023 في هذه الحلقة أود أن أذهب إلى تأملات في الفن التشكيلي الإنساني. نحن قد تناولنا بعض هذه أو بعض الوجوه الفنية من اليمن، تناولنا طبعا، وتناولنا أيضا من سوريا، تناولنا أيضا من فلسطين، وأود أن نعود إلى فلسطين. سأعود بكم إلى فنان هو رائد الفن التشكيلي الفلسطيني، يعتبر من الشخصيات المهمة جدا التي أثرت تأثيرا كبيرا جدا على الفن التشكيلي أعتقد الفلسطيني والعربي أيضا، الأستاذ الكبير الفنان القدير إسماعيل شموط، وهو رائد الفن التشكيلي. هو كون أيضا جمعية أو نقابة الفنانين أو اتحاد الفنانين الفلسطينيين، وكان أيضا حتى على رأس الاتحاد العربي للفن التشكيلي. طبعا ما يوجد على الإنترنت تقريبا هو متشابه جدا، يعني من المعلومات تجدونها سواء على مواقع للمعلومات، أو تجدونها أيضا على بعض الصفحات الفلسطينية، تقريبا هي متشابهة، يعني لا يوجد جديد في الكثير من هذه المواقع. نعيد فقط التذكير بشكل سريع، لأن لست هنا بقراءة السيرة الذاتية ولا قراءة تاريخ هذا الفنان بقدر ما نحاول أن نتأمل ونذهب لتأمل بعض لوحاته، إلى قراءة بعض هذه اللوحات. طبعا هو ولد في إسماعيل شموط في 1930 في مدينة اللد الفلسطينية. في 1948 كان هناك تحولا كبيرا جدا بالنسبة لهذا الفنان، تحول نفسي وتحول أيضا في، ليس فقط بالنسبة لهذا الفنان، ربما أيضا في تاريخ فلسطين وفي تاريخ كثير من الفلسطينيين. عام النكبة 1948 عندما يعني أجبر هو وأهله وأسرته ومجموعة كبيرة جدا من الناس على الهجرة، كان التهجير قاسيا. وخلال هذه الرحلة، رحلة التهجير القاسية المؤلمة جدا، يعني فقد أخوه، وأخوه يعني مات عطشا ومات أكيد الكثير من الأطفال، مات كثير من النساء، مات كثير من العجزة، مات كثير من الناس، يعني في ظل هذه الظروف القاسية التي ألمت بهذا الشعب العظيم. هذا سيكون له أثر كبير في العديد من لوحاته، وخاصة في المرحلة الأولى وخاصة في الخمسينات. طبعا هو بعد ذلك انتقل إلى في منتصف القرن الماضي 1950 إلى القاهرة، درس الفنون والتصوير في كلية الفنون الجميلة. في 1954 أيضا درس أو تابع دراسته في روما في أكاديمية الفنون الجميلة في العاصمة الإيطالية روما. أقام الكثير كثير من وربما كان أول معرض يقيمه في غزة، يعني أقام أيضا بعض المعارض أو أحد المعارض مع بالاشتراك مع طلبة فلسطينيين. طبعا أنا لن أذهب إلى تاريخه النضالي، إنه كان أول ضمن منظمة التحرير، وأيضا قام بتأسيس ما يسمى أو الدائرة الثقافية والدائرة الفنية. الأكثر يعني دائما الانتباه إن 1970 يعني عندما انتخب أمين عام لاتحاد الفنانين التشكيليين العرب. كذلك يعني هو انتقل بعدد من المدن العربية والعالمية باعتبار أمين. أن من الأشياء المهمة جدا أنه تزوج زميلته الفنانة التشكيلية تمام الأكحل. توجد تقريبا في كتاب عنه، هذا الكتاب يعني أو بعض الكتب، هو له كتب أيضا، هو فعل أو تحدث أو لديه بعض الكتب. ربما من لوحاته المهمة عطش، وكذلك شربة الماء، إلى أين وسنعود، وبداية المأساة، جرعة ماء، ذكريات ونار، ومسيرة شعب. هذه لوحات طويلة، بعضها جدارية وبعضها طويلة جدا. توفى طبعا في 2006 في ألمانيا بعد على إثر عمل عملية. إذا هذه المختصر المفيد والذي ستجدونه في عشرات أو في عدد لا بأس به من المواقع، تقريبا متشابهة جدا، يعني حتى ربما لا يوجد كثير عنه من الحوارات أو
يعني لا توجد الحوارات كثيرة. ممكن أن يعني هو لم أو ربما في، ولكن تعرفون أنا ذلك الفترة أو ما أدري، لا توجد إلا أحيانا نجد بعض الفيديوهات فقط لعرض أعماله مع بعض الموسيقى الفلسطينية. إذن لو توجهنا، وأنا أريد أن أتوجه بكم يعني أولا إلى هذه الإبداع، هذه اللوحة الرائعة الجميلة، عطش يعني حقيقة. ونحن نتأمل هذه اللوحة يعني نصاب بالرعشة. فإذا نحن أمام فنان سردي أيضا، هذا الفنان الرائع الذي هو يعني لم يكن يعني فقط مجرد هو محترف فنيا ومحترف بشكل قدير ورائع جدا. ربما الذين يذهبون إلى محمود درويش كشاعر أو غسان كنفاني كسارد، فعليهم أيضا أن يذهبوا إلى هذا السرد العنيف وإلى هذه الروعة في السرد. يعني هنا هذه كيف استطاع أن يحول، أو كيف استطاع أن يرسم بهذه الروعة وبهذه الأناقة وبهذه أيضا التفاصيل، في تفاصيل كثيرة جدا. يعني سنرى أن هناك يعني في مثلا في عطش، رغم هذه الوجوه الكثيرة الشخصيات الكثيرة، إلا أنه كيف استطاع على إحدى الشخصيات يعني، أو كأنه أب يمسك ب يعني الطفل والطفلة وهم على وشك الموت أو هم في حالة إغماء. يعني هناك كثير من التفاصيل، هذه الوجوه التي تنظر إلى بعضها البعض، هذه الوجوه التي تنظر إلينا أحيانا. لا يوجد في هذه اللوحة لا مركز، ولا يوجد لا مركز واحد، ولكن تقريبا هي كلها اللوحة وكلها وجهة النظر مركزية. بمعنى لسنا نحن هنا أمام مجرد والله يعني إنه فنان يستطيع أو يحاول أو يعمل مجرد يركز على شخصية واحدة، هو يركز على الموضوع، وهو الموضوع الإنساني. يعني موضوع إنساني، موضوع إنساني مؤلم، هذه الرحلة الإنسانية القاسية التي عاشها. فلذلك فكل وجه من هذه الوجوه التي رسمها، كل عنصر من هذه العناصر، هذه الكتل البشرية التي تمثل، يعني لا يوجد يعني في العمق، الناس تأتي من العمق، وكأن أيضا هناك نوع من الارتباك أيضا. تعرفون دائما في مسائل التهجير، في مسائل الهرب من الموت، يكون دائما هناك، أو يكون دائما هناك ما يكون هناك الكثير من الارتباك. هو استطاع أو حاول أن يجسد هذه اللوحات، حتى يعني كالأعين الشاخصة، كأنه يعني كأنه يعطيه، أو كأنه يصور لنا يوم من يعني صعب من أيام يوم القيامة، وليس يوما دنيويا. يعني تصبح هذه اللوحة يعني لوحة، أعتقد أنها من اللوحات الإنسانية الخالدة. هي لا تحكي عن تجاوزت الجغرافيا وتجاوزت بحيث أنها تصبح يعني تصبح كأنها يعني لوحة إنسانية، يعني لوحة إنسانية تحكي عن ما تحدثه هذه الحروب من ألم إنساني قاسي قاسي وقاهر. هؤلاء الذين يهربون من الموت لا يجدون إلى الموت. هؤلاء الذين يهربون من الموت ليس لديهم مفر، ليس لديهم مفر. فلذلك يعني كأننا نحن هنا مع بيكاسو، كأننا هنا يعني دائما احنا أو العرب وخاصة ربما نقدس كثيرا الفن التشكيلي الغربي الذي يتحدث كما يكون إنساني، ولكن أيضا الفن العربي أيضا سنجد مثلا الفن الأفريقي، الفنون الشعوب أو الفنانين الذين يأتون من شعوب أصابهم القهر، أصابهم الظمأ، أصابهم الخوف، أصابتهم الحروب عفوا في مقتل. فهؤلاء أيضا قادرين أن يصوروا مآسيهم. إذا انتقلنا من لوحة عطش وانتقلنا إلى لوحة أخرى، شربت ماء، أيضا شربت ماء، يعني وهي أيضا ذاتية، هي عن تجربة ذاتية، عن تجربة شخصية، عن معاناة يعني شاهدها أحسها، يعني كانت في حياة هذا الفنان وفي حياة العشرات، في حياة المئات الذين واجهوا هذه الرحلة والذين يواجهون في هذه الحروب الجديدة.
سواء يعني في فلسطين وسواء في اليمن سواء في كثير من بقاع العالم، حيث أن الحروب يعني تدفع الناس إلى يعني في شربة ماء هي تميل أيضا إلى عطش، يعني أو فيها أيضا كثير أو من تقنية عطش، بحيث أننا سنرى هذه الوجوه الباكية، سنرى هذا التجمع من أجل شربة ماء، هذه القدر البسيط، أو هذا كيف أن الأب أو الابن عفوا يأتي لينقذ أمه، أمه التي تكاد تهلك هالكة. هو يتحدث تقريبا في لقاء قرأت أنه عن هذه اللوحة التي يعني عاشها ولم تكن من خياله، ولكن طبعا أضاف عليها الكثير من الجماليات ليوصلها إلينا روحيا وإنسانيا. يقول هو أنه في إحدى المر يعني في رحلة التهجير القاسية، بينما الناس كلهم عطشة لا يوجد ماء، يعني يتجاوزون أو يسيرون من مكان إلى مكان، وعندما يجدون بعد ذلك بئر، وهذا البئر يعني يجدون فيه الماء، وأول ما يبدأون للشرب أو أول عندما يبدأون يأتي أحد أو مجموعة من الجنود الإسرائيليين ويجبرونهم على ترك هذا البئر وصب الماء على الأرض، فكان إما أن تشرب ماء وتموت، وإما أن تدع هذا الماء أو تدع هذه شربة الماء وتموت أيضا. يعني هي هذه المقارنة، أنك ستموت سواء بالعطش أو ستموت برصاصة. ولذلك يعني هذه اللوحات تدين عطش وشربة ماء، يعني إدانة ليست سهلة، إدانة ضخمة جدا، وإدانة يعني مؤلمة يعني للضمير الإنساني القديم والجديد، لأن هناك الماضي يتكرر في كل حروب، في كل هذه الحروب الطائشة، هذه الحروب المدمرة، تعيد هذه المآسي، تعيد موت الأطفال عطشا، تعيد موت الأطفال جوعا، تعيد موت الأمهات، تعيد موت الناس يعني بطريقة مؤلمة، بطريقة مجحفة، بطريقة لا أحد يعترض على الموت، كلنا نحب الموت وكلنا ممكن أن نموت، يعني هذا قدر. إذا انتقلنا بعد ذلك إلى لوحة إلى أين، يعني هذه أيضا هناك سنجد الأب يسير بعصاه وهو يضع ولده على أو أحد أطفاله على كتفه. عجبتني جدا هذه وجهات النظر المختلفة، يعني على يمينه توجد بنته وهي تنظر إليه، هو ينظر يعني لا ينظر إلينا، هو ينظر إلى يعني كأننا نحن هنا مع نظرات فيها الكثير من الضياع. هذه المسيرة، هناك طفل خلفه يظهر يعني قليلا وهو أيضا منكسر، يعني توجد أشبه بشجرة لا أوراق لها، ثم بعد ذلك عمق، وهذا العمق كأن يعني في نوع من كأن في منطقة فيها تصحر، حتى السماء يعني السماء العمق يعني تبدو زرقاء، وهذه الزرقاء مع بعض الرمادي مع بعض إذا استطاع أو إسماعيل شموط أن يحكي لنا أو أن يتحدث لنا، أن يصور لنا، ليس أن يصور لنا تصويرا واقعيا بقدر ما أنه يصور لنا تصويرا، لا أقول دراميا ولكن أقول روحيا وإنسانيا، بحيث أن هذه اللوحة مثلا لوحة عطش أو لوحة شربة ماء أو لوحة إلى أين، يعني هذه المسيرة الصعبة من التهجير وهذه المعاناة القاسية جدا، هو هنا يعني حاول أو عمل أو أبدع بشكل كبير أن ينقل لنا هذه الأحاسيس. طبعا يعني بعد ذلك يعني هناك فترة يسمونها حسب النقاد أو حسب ما قرأت عنها فترة النضال والمقاومة، ثم بعد ذلك هناك في الفترة الأخيرة في لوحات السبعين والثمانينات سنجد يعود
يعود إسماعيل شموط إلى أن يعطي إلى أن يعود إلى الحياة، يعود إلى أن إلى نوع من يعني عاش الفلسطينيين وظلوا يقاومون وظلوا يتعبون وظلوا يموتون وظلوا يقتلون، ولكنه هنا سيبدأ أو أنه اشتغل الكثير الكثير من اللوحات التي تدفع للحياة، التي تقدس الحياة، التي تقدس المرأة. يعني هو ارتبط أو ربط كثيرا ما بين المرأة وما بين الأرض. المرأة في لوحات وفي أعمال الفنان الكبير إسماعيل شموط، يعني ليست هذه المرأة الباكية. سنجد نساء يرقصن مثلا في إحدى اللوحات في مكان أشبه بمزرعة أو أشبه بحديقة أو أشبه بمكان، يعني الرقصن في مختلف كأنه عرس أو كأنه عرس قطف البرتقال، يرقصن وهناك يعني نماذج أو هناك مظاهر الحياة، هذا يقطف وهذه وهؤلاء يلعبون، أطفال، نساء مبتسمات. ثم في الكثير كثير من اللوحات سنجد أن بعد ذلك الكثير من اللوحات سنجد أن هناك حتى في النزعة الأخيرة هو أو في مرحلته الأخيرة ذهب إلى الرومانسية، وهذه الرومانسية طبعا في قداسة غير معقولة، والكثير ربما من الفنانين تأثروا بهذه كيفية عملية التراث، التراث في الذي يظهر في الأثواب والملابس، ليس فقط للنساء، سواء النساء سواء الأطفال سواء الرجال. وأيضا هذا التلاحم المهم جدا، وهذا اللوحات الرومانسية، في هنا مثلا لوحة من ضمن النماذج، يعني شخص أو رجل مع امرأة، يعني حتى الشخصيات تصورها بعظمة تكاد الطول أو طول الشخصية يعني تتناسق وتكاد كأنها تكاد كأنها تتساوى مع الأشجار. بعد ذلك سنجد أيضا لوحات مهمة جدا لنساء، يعني على رؤوسهن مثلا الفواكه، وهؤلاء النسوة أو النسوة 3 نسوات بملابس أنيقة مبتسمات جميلات يعني رقيقات. فهون انتقل في هذه المرحلة أو المرحلة هذه هي تقديس الحياة، وليس فقط تقديس الحياة ولكن التأكيد، وكأنه يقول نحن شعب نحب الحياة، وكذلك نحن شعب نحتفي بالحياة، لسنا من ونحن الشعب نستطيع أن نتغلب على الموت. يعني لن نجد بعد ذلك سنجد القدرة بكل معانيها بكل قوتها، فهذه الأرض ستظل، هذه الأرض كأنه هو يقول هذه الأرض ستظل أرضا فينا، يعني ستظل مزروعة فينا، ستظل خضراء فينا، ستظل قداستها وستظل وجودها، حتى وإن تهجرنا وحتى وإن خرجنا وأجبرنا أن نترك أوطاننا. وهي رسالة تقريبا يقدمها هذا الفنان لكل الشعوب أو لكل الناس الذين ذاقوا مرارة التهجير، الذين ذاقوا أو الذين الآن يتذوقون مرارة التهجير، مرارة الألم، مرارة قسوة الآخر. فهون مثلا في اللوحات الأخيرة سنجد أنه لا وجود للآخر، هو وجود لهذه الروح التي ممكن يعني تكون رجل مع امرأة وهم في حالة تلامس، في حالة تقارب، في حالة كذا، وهو هنا يقول يعني وبصراحة نحن الشعب نحب الحياة، ولسنا فقط نحب الحياة، نحن نستطيع أن نجعل الحياة جميلة، أن نجعل هذه الأرض التي نعيش فيها جميلة. وكذلك لن ننسى، لن ننسى، ودائما يؤكد على فلسطينيته في كل يعني طبشة لون، في كل حركة، في كل تكوين، في كل زاوية، في كل لذلك اللوحة ليس يعني لوحات إسماعيل شموط لا يوجد فيها هامش، لا يوجد فيها شيء لا يرى، لا يوجد فيها شيء لا ليس مهما، لا يوجد فيها شيء يعني خارج عن الموضوع أو شيء يعني يعني لا يحمل دلالات. يعني عندما يختار هذا سواء يختار هو يحتفي أصبح بالأزرق بكل تمثلاته الأزرق، ويستطيع أيضا الأزرق أن يعالجه بأكثر من طريقة، هذه التجاورات.
وحتى هذه الأرض عندما هو يعني يخلقها فهو يرضى، يعني يخلق لنا ما يسمى فردوسية، فردوسية الأرض، يعني جعل هذه الأرض، هو لا يحلم يقول والله تخلونا نموت ونروح في الجنة وسنجد الأرض أو سنجد الجنة بما فيها من نعيم أو كذا. لسنا نحن هنا أمام خطاب، يعني حلم بعيد، ولكن هو حلم عاش أو حلم يعني في نفس كل إنسان، يعني يجبر أن يترك، أن يجبر على ترك أرضه، يجبر على ترك أهله، يجبر على ذكرياته، على طفولته. مهما تقاضفت بك المنافي، مهما تقاضفت بك الظروف والألم، وحتى وإن وجدت يعني وإن عشت في مهجر في قصر، فأنت ستحن إلى تلك الأرض، حتى وإن كان لديك أرض يعني 10 متر في 10 متر، لديك بيت، ستحن إلى ذلك المكان، ستحن إلى ذلك الهواء، ستحن إلى تلك الفاكهة. وكأنه يقول وأنا أتذوق أي فاكهة، سأتذوق فاكهة أرضي. فهون إذا هو يعطي هذه القداسة الضخمة، القداسة اللامتناهية اللامحدودة للأرض وللمرأة، باعتبار أن المرأة هي كل شيء. المرأة هي التي ستعيد لنا، أو هي التي ستنجب أطفالا، هي التي ستربي أطفالا على حب هذه الأرض، على حب العودة، على حب أن الحلم بالعودة والعمل أيضا. يعني فهنا يعني في يعني طرق للنضال كثيرة جدا، النضال. ولا يمكن أبدا أن نعيب على فنان ونقول له والله أنت لا، أنت مهجر وشعبك يقتل وهناك استعمار، وأنت تريد أو تدعي مثلا أو تقاوم بالرسم. يعني ليس من المعقول أبدا أن نتهم من يفعل ذلك بأنه والله أنت معادل مش عارف إيش، أنت معادل. لا، هو محب للحياة، وهو محب لشعبه وشعبه، وهو وكل الشعوب المهجرة. يعني اقرأوا التاريخ، يعني هناك استعمارات لبعض الدول دام قرون، قرون كثيرة جدا، وتشرد أهلها واستعبدوا ولكن بعد ذلك هذه الشعوب انتصرت. المستعمر مهما يظل، مهما الدكتاتور أيضا مهما فعل، مهما استولى على الحكم، مهما قتل الناس، مهما أفسد الحياة، فإنه يعني يوم من الأيام سيرحل، وكذلك المستعمر سيرحل. هذه السنة، السنة من حياة الكون، لأن الكون دوار، الكرة الأرضية دوارة، المجموعة الشمسية تدور، الأشياء هذه، الأقدار دوارة. وهذه المحنة التي يعيشها، هذه المحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ونقولها إنه يعيش محنة، ونتعاطف معه، ونتعاطف مع كل طفل يقتل، مع كل طفلة تقتل ولا تجد شربة حليب، نتعاطف أيضا مع كل ضحايا الحروب حول العالم، في اليمن، في أفريقيا، في الكثير من الشعوب المضرومة على أمرها، والتي يزداد ألمها ويزداد قسوتها، أي القسوة عليها في ظل موت الضمير الإنساني العالمي. وهذه حقيقة، حقيقة أننا لم نعد، يعني الإنسان لم يعد، حتى عندما نأتي هنا في الغرب الذي يقال عنه هذا الغرب الذي يهتم بحقوق الإنسان، الذي يقدس الحرية، الذي كذا، يصبح الآن أو قريبا سيصبح يعني هناك قانون، سيصبح أنت إذا لم تعترف بهذه الدولة كذا كذا، وخاصة دولة إذا لم تعترف بها فأنت لا يحق لك البقاء هنا، فأنت قد تحرم إذا يعني تحدثت ولو بكلمة صغيرة جدا على نظام، وهذا النظام نظام يعني وحشي، نظام وحشي بكل ما تعنيه الوحشية، نظام استعماري، نظام كذا. إذا تحدثت عن ذلك فأنت يعني في هذه الدول أو في هذه، هناك قوانين ستجعل منك أنت الإرهابي، لأنك رغم أنك أنت تتحدث مع الضحايا، وهؤلاء الضحايا يقاسون كل أنواع القسوة، كل أنواع الإرهاب، كل أنواع القتل البشع، ولكن لا يحق لك أن تقول، ولا يحق لك أن تتعاطف، ولا يحق. إسماعيل شموط حقيقة أنه يعني يخلد الكثير من المآسي، ويخلد كثيرا أيضا الكثير من الأحلام، يخلد
يعني هو يعطي هذه الشحنة، هي ليست شحنة عبارة عن بيع للأحلام الوهمية بقدر ما هي أيضا يعني يجعل الناس أو يزيدنا ارتباطا بما فقدناه. وهذه هي ربما في أمور كثيرة جدا سنحاول أن نتوقف أمام إبداعات إسماعيل شموط في أكثر من مرة يعني. وكل من يرى هذه اللوحات سيتأثر ليس فقط ما يدعو إليه إسماعيل شموط وما يحكيه إسماعيل شموط من حكايات مؤلمة وحكايات فرحة وفرائحية وحكايات الحياة، ولكن كذلك أيضا يعني نحن نتعلم أو أنت ستتعلم كفنان. تعال وعد إلى قراءة إسماعيل شموط، إلى مشاهدة هذه اللوحات، إلى التفاعل معها. ستجد نفسك أيضا أنك تتعلم تقنيات فنية قديرة بديعة رائعة ومهمة جدا، وكيف أن الفن التشكيلي يعني قد يكون أبلغ من معلقة من المعلقات، أبلغ من رواية ضخمة، أبلغ من فيلم أيضا. كنت معكم أنا حميد عكفي، تحياتي وتقديري، تابعوني على هذه القناة، كل المحبة والتقدير.